مشاهدينا نرحب بكم في تغطيتنا المباشرة من أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسختها 39، والذي ينطلق تحت شعار العالم يقرأ من الشارقة، ومشاركة العديد من الكتاب والمؤسسات ودور النشر المشاركة. متواجدين الآن في إحدى دور النشر المشاركة من دولة الكويت، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم السيد غانم فلاح الداود، مسوق في دار سبارك للنشر والتوزيع. أهلا بك. وعليكم السلام، يا أهلا ومرحبا. حدثنا بداية عن مشاركتكم بمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام. احنا تقريبا دار سبارك عمرها 15 سنة في مثل ما يقول اللي هو مثل ما يقول اللي هو المعارض الكتاب، بالإضافة إلى مشاركات والأمور اللي هي تختص في مجال الكتب. جميل جدا. لو نتحدث عن أهم العناوين والإصدارات لديكم وتحرص على تسويقها إلى جذب القراء. هو حاليا عندنا احنا على كل يعني قارئ يعتمد على النمط اللي هو شنو يحب يقرأ عنه. يعني في منهم في قراء تجذبهم القلاف نفسه، في قراء يجذبهم الكتاب، في قراء بعد ما يقرأ شوف داخل يعني بالحوار نفسه أو في الرواية نفسها في أمور تجذبه فيها فتخلينا يستكمل القراءة عليها. جميل. لو نستعرض إحدى هذه الكتب للسادة المشاهدين. في عندنا اللي هو كتاب اسمه السادسة وأنت حق الأستاذة فاطمة بلوشي. الكتاب يتكلم عن بنت فيها رهاب اجتماعي. البنت هذه من عائلة فقيرة وعائلة صغيرة. الرهاب الاجتماعي يعني مثل ما تقول إنها عندها خوف، مثل ما تقول إنها في عندها خوف يعني من تكون صداقات وتكون علاقات. في يوم من الأيام يجيها اتصال، يعطونها التليفون، صاحبتك تبي تكلمك. طيب هي البنت فيها رهاب اجتماعي، من الشخص هذا اللي دق عليها وشنو يبي منها؟ جميل. ونطالع ان ممكن نشوف اصدار اخر من الاصدارات الموجوده عندكم بدار سبار. في عندنا كتاب حق اللي هو الاستاذ السند راشد، دكتور الاستاذ السند راشد، اللي هو كتب اسمه الرجل الذي عاش مرتين. يتكلم عن شخص دكتور بيوم من الايام طالع، هو طالع من المستشفى، الجو يكون شوي غير معتدل، يعني في برق ورعد وعاصفه وجو ممطر يعني. فجأة يضرب برق الجام، يعني برق الوعد يضرب على الجام، الدكتور يطيح في غيبوبة، يقعد من النوم يفتح عيونه يلاقي نفسه في شخصية جسد شخص صيني وفي دولة الصين. شنو اللي صار؟ فمن بعد ما تقرأ راح تعرف الأحداث اللي صارت في الكتاب شنو. جميل جدا. بالنسبة للمقتنيات من مختلف الكتب والروايات والقصص، ما هي الفئات العمرية التي تستهدفونها في دار سبارك؟ احنا في دار سبارك عندنا تناسب جميع الفئات العمرية، يعني من سواء من كان سواء طفل أو أنه هو كبير في العمر يعني. جميل. إذا ممكن نستعرض إحدى هذه الكتب. في عندنا كتاب اسمه حكايات نورة. الكتاب ما يقول هو يشجع الطالب على القراءة، أو أنه حتى لو أنه ما يعرف يقرأ في عندنا نظام الباركود، أنه بس يسوي الأسكان في التليفون، يعني والدينه يسوي الأسكان في الباركود يطلع على طول يحول على مقطع ساوند كلاود يتكلم وهو قاعد يقرأ. في نهايته في مثل ما أقول عندنا هني رسمة، يرسم الرسمة مع التحدي بين الطفل والأم يعني تكون. جميل جدا. فهي طريقة جاذبة للأطفال. نعم. كذلك. نعم. تنمية مهاراتهم خلينا نقول. أيوه بالضبط، تنمية مهارات حق الطفل وتشجيع للطفل إنه حق القراءة وحق الرسم بنفس الوقت. يعني مثل ما أقول يعني هو لما يقرأ ما يكون عارف القراءة، فلما يسمع الصوت يركز على الأحرف أو على الكلمات، بالإضافة لمساعدة أمه راح يعرف هو شنو قاعد يتكلم عنه. وبالنهاية فيها رسم يعني هم تمارس الرسم بالضبط. في عندنا كتاب اسمه في تمام الواحدة، اللي هو آخر إصدار حق الدكتورة أستاذة فاطمة عفواً، اللي هو الإصدار الأخير لها. يتكلم عن شخص اسمه إبراهيم، في يوم خطبته على بنت، البنت اختفت هي وعائلتها من الغرية، راحت اليوم تجت الأيام عبد العزيز هذا تزوج. يوم من الأيام عفواً عبد العزيز تزوج صار عنده عيال، وهذه عبد العزيز كان يتردد على عيادة دائما حق واحد يعرفه. يوم من الأيام هو طالع من العيادة يشوف البنت اللي هي كان خاطبها قبل واختفت. مني تبدأ محادثات ويتكلمون مع بعض. بعد فترة يكتشف عبد العزيز إن حياته بدأت تتغير 180 درجة، ويكتشف إن أساسا البنت اللي شايفها بالعيادة ما كانت صدفة، هي كانت مخططة حق الأمر هذا. جميل. نشكر السيد غانم فلاح الداود. أي نعم. مسوق في دار سبارك للنشر والتوزيع من دولة الكويت، حياك الله. الله يحييك. طبعا بالنهاية احنا نحب نشكر الدكتور
الشيخ دكتور سلطان بن محمد على المبادرة اللي هو سواها لنا في خصوص معرض الكتاب في الإمارات اللي هو في الشارجة في التحديد، على المبادرة اللي سواها اللي هو مثل ما قلت أحفانا من الرسوم في المعرض. يعني هذا مثل ما تقول مبادرة جيدة، ومثل ما أقول احنا فخورين في هالشيء هذا. الفخر لنا وشكرا لكم. شكرا. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا هذه كانت نقلتنا الأولى لهذه الحلقة، والآن لنا عودة لزملائي في الاستديو.